السلام عليكم متابعي متابعات شيف مقا، حياكم الله. اذا كنت اول مره تدخل القناه فعل زر الجرس واضغط على لايك على البصمه، حياكم الله. نشكركم على متابعتنا، موعدنا ان شاء الله بحول الله مع طبق اخر. بسم الله على بركه الله. طبق اليوم ان شاء الله بحول الله البايلا او البقيه او البايا لسمك السلطان، اي الروجي سالمونيتي بايا كون سالمونيتي. وان شاء الله بحول الله المقادير كالاتي كما ترون في الصوره. عندنا هنايا 350 غرام ديال امرون، لانغوستينو، الجامبا، داكشي اللي عندنا يمكن نديروه. عندنا هنايا واحد نصف كيلو من سمك السلطان اي الروجي سالمونيتي مفيلي. عندنا هنايا واحد 150 غرام ديال السيبيا. عندنا هنايا لتر ونصف من مرق السمك اللي سبقنا في فيديو ديال بايا سابقا، خلينا طريقة الإعداد ديالو. عندنا هنا ملح خشن، عندنا زعفران حر، عندنا ورق الغار سيدنا موسى، ثلاثة ديال السنان ديال الثومة أي فصوص الثوم، عندنا هنا بصلة واحدة، جوج مطيشات، جوج ديال الطماطم محكوكين، وعندنا هنا واحد 50 غرام ديال المحار أي الميخة، حياكم الله. والآن إن شاء الله بحول الله ندوزو لطريقة إعداد المقادير، هيا بنا، حياكم الله. وان شاء الله بحول الله سأريكم طريقة بالنسبة للإخوة والأخوات اللي ما كيعرفوش ينقيو القمرون أو اللانغوستينو أو الكروفيت. هكذا بسم الله نجيب من الجناب ونقي بحال الجهة ونضغط على الديل، هكذا يخرج لنا راس منقي كما ترون، حياكم الله. هكذا أعيد الكرة البطيء هنا عند الصدر، أضغط هكذا بحال حيدو شي جاكيطة، أنا حيدو شي جلابة وها الكروفيت ديالنا احنا نقيناه. دابا ان شاء الله بحول الله ندوزو لتقطع البصل. بسم الله على بركه الله، ندوزو لتقطع البصل ديالنا كما عودتكم بهذا الشكل هذا. رفيت فيديوهات سابقه قلت بصح لكم كيفاش يمكننا نقطعو البصل ديالنا هكذا على هذا الشكل هذا هو كما ترون. ان شاء الله باش نشعروها ما تبقاش مفشده، تبقى الشكل ديالها حياكم الله. وان شاء الله اليوم غندير لكم بايلا بروجي سمك السلطان، ما غنعطيكم حتى شي واحد ان شاء الله بحول الله. شوفوا ان شاء الله القناه ديالكم القناه ديالنا، غنعطيكم بصفاء ما نخبعوا لكم حتى شي حاجه ان شاء الله بحول الله، غنتقاسم معكم جميع التجربه بدون احتكار ان شاء الله بحول الله. ودابا غنقطعوا التيمه ديالنا شرائح كما ترون في الصوره ان شاء الله بحول الله. هكذا هكذا شرائح الحقيقه، هكذا والتويمه ديالنا حنا نقيناها كما ترون. والروجي ديالنا ها هو كما ترون، سبق لنا فليتيناه. والملاحظه انه خص يكون يابس، يكون ناشف، نشفوه بشي فولار ولا بشي قطن ولا سيرفيت ديال لاكوي سيرفيت ديال الكوزينه ديال لاكويزين، نشفوه باش ما يتبخش. بغيناه غنشويوه على واحد الطريقه ان شاء الله انتم غتشوفوا. والسيبيا كما ترون حتى هي عندنا هنا سقطرناها نشفناها مزيان ومقطع عندنا طروفه صغار. عودتكم كنشعلوا النار ديالنا هي الاولى، والسبب فهاد اللي شرحت لكم سابقه. نحطوا البايره ديالنا كما ترون ونخليوها تسخن وغنشرعوا ان شاء الله بعمليه هذا الطبق ديالنا، حياكم الله. ان شاء الله بحول الله طبق اليوم بايلا البايا كون سالمونيتي كون روجي، بايلا بالروجي سمك السلطان، حياكم الله. يعني شي حد ذوق غادي يعني انتم غتكتشفوا ان شاء الله بحول الله، جربوها لحبابكم لوليداتكم للضياف ديالكم، شي حاجه يعني مذاق يعني للامانه غادي يعجبكم بزاف. كنضيفوا القليل من زيت الزيتون كما ترون هكذا، حلوة تسخن. ومن بعد ما سخن الزيت ديالنا غنحطوا الروجي ديالنا كما ترون. راك عارفين انتم الروجي ملي كيتشوى كيعطي واحد لوغو بحال كروفيت مقلي بحال اللي فرويد ماء، حنا بغيناها نبروفوكيو هذيك النكهه هي اللي عندها الغرض، حياكم الله. هذا كما ترون شوا هكذا قليله ماشي بزاف، واحد دقيقه ما كانوا غنسحبوا ان شاء الله. من بعد ما شوينا الروجي ديالنا من واحد الجهه غنقلبوه للجهه دغيا الجهه الاخرى وغنحيدوه دغيا ان شاء الله. إن فوا نقلبوه غنسحبوه إن شاء الله بحول الله كما ترون هكذا، غنخليوه شي بزاف. ومن بعد ما سحبنا الروجي ديالنا غنضيفو ديريكتومون التومة ديالنا هكذا، غنبروفيتيو هاديك لوكو لي طلقنا عندنا به الغرض
هكذا ونشحر الثومه ديالنا. النار ديالنا تكون معتدله ونضيف البصله ديالنا. والنتيجه اللي حصلنا عليها من بعد ما شوينا الروجي ديالنا هي هاد الحموره هذه، هاد اللوغو ديال الكروفيت اللي فيه، راه حنا خرجناه باش يعطينا هاد النكهه هذه في الارز ديالنا او البايله ديالنا. يا سلام، حياكم الله خوتي خواتاتي، دعمونا باللايك، تفعيل زر الجرس باش نصلكم كل جديد، وحياكم الله ونشكركم كثيرا. من بعد ما البصيله ديال الشحرات كما تروا، ها هي دابا دي كلاص، هذاك الشيء اللي ديال سميتو ديال الروجي اللي لصق في القاع ديال البايرة او الكلاص ديال البايله، دي كلاصا هذا كتشوف شكل الصوره كبيره، ريحه البصله عطاتنا واحد الريحه جميله. غندوزو ان شاء الله نضيفو الفيرويد مير ديالنا، فواكه البحر ديالنا، غنضيفو الحمرون هكذا، غنخليوه يعطينا هذاك اللوغو ديالو. نحاولو دائما يكون الامور ديالنا يابسه، ما بغيناش داكشي يطبخ، ما بغيناش يطلقنا الماء، ما بغيناش يتسلق، بغينا نعطينا داكشي الشي على بلانشا. حياكم الله، كنحيو جميع الاخوان اللي كيتابعونا من جميع بقاع الارض، الاخوان ديال السعوديه ولا ديال المغرب ولا ديال اسيا ولا امريكا، كنحيو الاخوان كاملين، نشكركم كثيرا على متابعتنا. ان شاء الله بحول الطبق هذا، دابا حنا على نهايه الاسبوع، كنجمع العائلات، كنجمع الاصدقاء، هو الطبق لا يكلف، والمقادير ديالو ان شاء الله بحول اليوم راه 4-5 اشخاص. حياكم الله. وللذكرى هذا الرز اللي غادي نستعملو ان شاء الله بحول الله، هذا اجود انواع الرز الباهيه البقيه، ها هي رز ريدوندو دي فالنسيا ديال بوفيرا، هذا من منطقه فالنسيا، ها هما كتشوفوا. بالنسبه للاخوان اللي تيفوت لهم الرز طياب، يديروا الرز فابوريزي حياتي مباشره، من بعد ما شحرنا حمرنا الكروفيت ديالنا او لانغوستينو الجامبا والقمرون، نضيفوا السيبيا ديالنا هذا، ونصبوا الكل عطينا واحد لوكو واحد المذاق. الاخوان اخوات تفاعلوا معنا سميتو بالاقتراحات ديالكم، التعليقات ديالكم مرحب بها. دابا ان شاء الله حاولنا نضيفو ديك جوج ديال الطماطم، جوج ديال المطيشات ديالنا حونين، ها هما هكذا. بعد ما الطماطم ديالنا تشحرات، غندوزو للمرحله المقام الاخير ان شاء الله حاولنا. دابا غندوزو نضيفو الاروز ديالنا، بسم الله كما سبق ذكرت كما عودتكم 100 غرام على كل شخص، وحده ديال الرز جوج ديال المرق او الماء، وحده ديال الرز جوج ديال المرق بهذه المعادله. بسم الله، جوج ثلاثه اربعه هكذا، هذه الدجاج الو كولو هكذا ان شاء الله غادي يعجبكم المذاق ديالها، يعني يا سلام. وكما قلت لكم راه هناك لا 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 يعني الكونسيبت ديال الباهية راه درناه ان شاء الله في الباهية ديال الارنب والحلزون، هذه هي الباهية الاصلية، والكونسيبت هو ما لدينا، ما لدينا من البحر وما لدينا من الجبال وما لدينا معا، يعني بحر وجبال. وكنحيي خوتي الجالية العربية، وكنحيي الاخوان يدعمنا من المدينه اللي كنقيم فيها، وخوتي المغاربه وجميع الاخوان العرب اينما كانوا، حياكم الله. والان غنضيفوا المرق ديالنا اللي سبقنا عددناه، راه عندكم واحد الفيديو توتوريال، عندكم واحد الفيديو سابق في البايا كيفية الاعداد ديالو. بسم الله هكذا، ندخلوا شويه باش يدير الديكلاصاج، باش يحيدنا داك السكريات اللي بقات لاصقه في القاع ديال الاناء ديالنا، عطيني واحد النكهه يا سلام ان شاء الله بحال هكا. شويه ما نخوش بحال غنسقيو، خو شويه باش يدير الديكلاصاج العمليه هكذا، وما نحركوش الرز بزاف، غنديوه جبعه بحال هكا في المنطقه هايدا هكذا حيت الا حركناه بزاف غنبروفوكيو هذاك سميتو هذاك النشا ديال الارز، وغيتلصق لنا وغيتعجن وغيدير واحد الحاله وغيشرب الماء دغيا وغيبقى لنا خضر من داخل هكذا.
ومدة الطهي 18 إلى 20 دقيقة. ومي غادي نتنصص في الطبخ غنضيف إن شاء الله بحول الله لا 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 الميخة أو المحار ديالنا. دابا مقلنا إلا نضيفو الزعفران الحر اللي هو سر المذاق واللون. هكايا تحياتي. والقليل من الملح ما ضفناش هكذا بالهالة حسب المذاق كل شخص. ومن بعد ما دازت مدة ديال 9 ديال الدقائق نضيفو المحار ديالنا كما تعرفون هكذا. ولاحظتوا الرز ما كيتحركش بزاف في البداية هاد شوية ومن بعد نهزو يدنا له. حياكم الله. سلام. واحد الريحه تبارك الله وصلان بخارجه عشان نقول لكم يعني حديت ولا حرج. وبالنسبه للاطباق اطباق صحيه ما غادي تولي فينا سمنه ما غادي يجينا حرقه في المعده ما غادي حتى شي حاجه. ولا لاحظتوا المقادير ما خصش يكون عندنا كيلو كيلو من الحاجه بالنسبه لخمسه اشخاص اربع اشخاص هذه الكميه تكفيهم وتشط عليهم ان شاء الله بحول الله. حياكم الله. من بعد ما دازت 15 دقيقه ما بقى لنا الا نضيفوا سمك السلطان الروجي كما ترون. ها هو غادي نضيفوه ان شاء الله بحول الله على الشكل الاتي. بسم الله هكذا هكذا الشكل الاتي. بايجا دي سالمونيتي بايلا ديال الروجي هكذا. يعني ان شاء الله بحول الله هذه غتصدموا بها الاحباب ديالكم والضياف ديالكم. طبق لا يكرر هذا وما غتشوف حتى شي واحد من لي بروفيسيونال ما تيبغيوش يبارطاجيو هادشي هذا مع الاخوان. حنا نرجو وجه الله بهادشي هكذا كما تلاحظون هكذا. نخليوه على واحد النار متوسطه حتى يوجدنا الرز ديالنا. حياكم الله. والروائح انتم شتو غنقول لكم رائحه جميله جدا. وهذه الاطفال ديالكم والديكم انا انسان خيركم 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 لاهله. يعني انسان يدير هذا الشيء هذا يدير وليداته يدير والديه يدير لنفسه. والضيف ما خلا بيته ولا جا. حياكم الله. بايا دي سالمونيتي بايلا ديال روجي اي سمك السلطان. حياكم الله. مذاق عجيب وغريب. ندوزو ان شاء الله دابا ندوقو الملحه ديالنا بايلا وقال والو ان شاء الله الرز غادي كيساوي. بسم الله. طبق سريع وجميل ورقي والله يعني يخون التعبير. الحمد لله البلاد ديالنا راه فيها خيرات كثيره. تنحاول دائما نتكلم معكم بطريقه بروفيسيونيل طريقه تطبيقيه باش كتستقبلوها ان شاء الله بحول الله بواحد السهوله. يعني مجرد انك تشوف الانسان تيبسط لك صلى الله عليه وسلم قال خلقت ميسرا جعلت ميسرا. يعني ان شاء الله بحول الله فتى المتلقي ان شاء الله بهم يسمع من عندك الطبق او يسمع عندك المقادير ما يتهولش من الطبق ويجيه صعيب يجيه ميسر. يعني كما كنقول واحد جوج ثلاثه. حياكم الله. وبعد ما دازت 18 دقيقة ها النتيجة خوتي. لاحظتوا هنايا كاين بحال واحد بحال كراتر بحال واحد التقابي كيديرو من الروز. هادوك ملي تيديروهم تيبقى خارج لنا الدخان تيبدا يتكراميليزينا من في القاع ديالو. هذاك سميتها السكر راس. بالفالنسية تيقولو السكر راس. بغينا حنايا يدير لنا هذاك يتكراميليزينا من القاع ديالنا شوية اللي بغا اللي بغا. اللي تعجبني مثلا وبزاف د الناس كيعجبهم سميتو السكر راس. يعني هذيك باش تحصل عليها خصك تخلي العافيه ديال المهيله شويه بلا ما يفوتك الرز بلا ما ينور كما سبق ذكرت. ونخليو يدير لنا المساله هذه كما تروح هنا 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 بحال شكل براكين صغيره تخرج لنا هذيك السكريات تزيد كارميزين لنا القاع ماشي احتراق
اللي تكراملزنا بحال سير النطاجي المغربي بعض المرات وتجينا بنينه. حياكم الله. وما بقى لنا غنطفيو عليها ونخليو هذا الكبس واحد 5 ديال الدقائق الصوص ديال كما كيقولوا التشنشيط اللي تسمع في القاع، ولكن الرائحه اللي خارجه رائحه ديال يا لا اله الا الله، يعني يا سلام بسم الله ما شاء الله. يعني جربوا الطبق اخوتي ان شاء الله بحول اخواتي غادي يعني غادي تنجحوا بزاف فيه. والله لاحظتوا حنا البايله ديالنا او البايا غتشوفوا كثير منها لا حد لها. حياكم الله اخوتي اخواتي، هذه النتيجه النهائيه كما ترون، حبات الروس متفرده هي تعبر عن نفسها، انتم كتشوفوا كي دايره من الفوق الفروز هانتم كتشوفوا، يعني احتراما لمشاعر بعض الاخوان ما تنبغيش نحن يعني ناكل ولا نحس طبق، مجرد نشارك معكم التجربه التقنيه المواد اللي استعملنا. حياكم الله ان شاء الله غديروها بيدكم غدوقوها انتم بيدكم. نحيي جميع الاخوان، كنتم مع طبق البايلا بالروجي او بايا بسالمونيتي اللي هو سمك السلطان كما يعرفه اغلب العرب، سمك السلطان. وسمك السلطان عنده واحد النكهة يا سلام، اغلب الناس ياكلوه تقريبا مقلي ولا مشوي، ولكن ما غتشوفوش شي واحد بارطاج معكم البايا ديالهم او الباقية ديالو او البايلا ديال هذا السمك هذا. أحييكم واستودعكم الله وأترككم مع الصورة الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.